بلال ومرحبا بكم من جديد. فعلا شذا اليوم العالمي لمكافحة السمنة، فعلا أصبتي عندما يعني ذكرتينا بأن هذا المرض يسمى مرض العصر، لا يجب أبدا الاستهتار. يهدف هذا الاحتفاء إلى التوعية بمشكلات ومخاطر السمنة والأمراض يلي تؤدي إلى زيادة الوزن، وكيف ممكن للأشخاص يحموا حالهم من الإصابة بهذا المرض. بالفعل رامي، اليوم الرابع من مارس ليس فقط هو جمعة مباركة، إنما أيضا هو اليوم خصص لأن نحارب هذا المرض اللي حكيت عنه أنت، هو مرض العصر أو آفة العصر. رامي، الله سبحانه وتعالى أعطى كل شخص فينا جسد ونفخ في هذا الجسد الروح، وإن لجسدك عليك حق. صحيح. يعني مسؤوليتنا إحنا كأشخاص إنه نحافظ على هذا الجسد. إذا أنا ما حافظت على جسمي، إذا ما حافظت على لياقتي، ممكن إنه أصاب بأمراض هي أمراض العصر. يعني أحيانا هناك أمراض ليست بيدك أو بيدي، ولكن هناك أمراض بعيدا عن أن تكون وراثية أحيانا تكون أسبابها بيئية اجتماعية، أسبابها بإيدك أنت يعني. ولكن رامي، في بداية هذا النهار قلت لي بأنه هذا الأمر يصيبك نفسك يعني، ولكن أنا من بداية عملي معك رامي لم أراك ثمينا يوم من الأيام. هذا يعني أول شيء هذا أطراء جميل منك ومن بلال قبل قليل، وهو حقيقة أشعر دائما بأنه الحياة العملية تدفعني لتناول وجبات تؤدي إلى زيادة الوزن. أنا من الأشخاص الاستقلاب عندي سريع، يعني بسمر وبنحف بسرعة، ولكن بنفس الوقت عندما يزداد وزني قليلا أشعر بأنه أنا أصبحت حتى بفكري أكبر من عمري، لا أفكر فعليا بما يفكر به شخص من مواليد الثمانينات. أصبحت أفكر بأشياء مثلا عظمي يؤلمني، علي أن أراجع الطبيب من أجل هل عندي ضغط ولا لا. بعدين فكرت أنه أنا لماذا علي أن أستحضر هذه المشاكل لي؟ لماذا لا أحافظ على أكلي وأحافظ على شكل حياتي حتى لا أتورط بأمراض أكبر من عمري؟ مثل ما قلتي، إذا لدي الواحد مرض وراثي أوكي، بس أنا أتسبب بمرض لنفسي، التشمع بالكبد والله بسبب كثرة تناول الفاست فود، وأمراض وأثار جانبية كثيرة يا رامي. سلام وسلامة كل شخص يعاني من هاي الأمراض، ولكن لربما التجربة اللي بتحكي عنها أنت اليوم يا رامي شعر فيها ضيفنا في هذا النهار. ضيفنا هو مؤمن عيد معروف بأبو هاني. ضيف، دعني أقول لك، هو ضيف مميز. لماذا؟ لأنه هذا الشخص هو عانى من السمنة في مرحلة من مراحل حياته، لكن تغلب عليها، فقد الكثير من الوزن. مش بس هيك، ليس فقط أنه خسر الكثير من الوزن، لكن هو أيضا يدير مجموعة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية باقي الأشخاص بهذا المرض، أو حتى نقل تجربته لهؤلاء الأشخاص، أو لربما لشخص يتابعه مثلا ويشعر باليأس أو الاستسلام. ولكن لربما عندما يعني يرى تجربة مؤمن يعني تحصل لديه القوة، ربما يتشجع أكثر لفقدان الوزن. دعونا يا رامي نرحب بضيفنا سيد مؤمن. صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا بكم. أهلا يعني بك. التفاؤل حتى بصوته. التفاؤل. أولا أنا حقيقة أود أن أشكرك جزيل الشكر لك مؤمن لأن تشاركنا في هذا النهار عبر إذاعة ثانيوز عربية تجربتك الملهمة. أنا اللي بعتبرها، أنا بالأمس حضرت بعض الفيديوهات اللي أنت أرسلت لي إياها، يعني مقاطع مصورة ملهمة جدا يا مؤمن. ولكن لمن لا يعرفك، احكي لنا تجربتك الشخصية في محاربة السمنة. والله الأمر بدأ من زمان، يعني هي نتيجة ظروفنا، يمكن أنه كان الواحد مرتاح أو مزوج، يعني نفس الشيء الرياكشن واحد حيكون عنده اللجوء إلى الطعام. هاي مشكلة يعني بصراحة، هي أكثر شيء نفسية. صحيح. لكن يعني فشة خلق الأكل عم بيكون طبعا التوتر من خلال العمل هذا، طبعا يعني مثل أنتوا هلا بتشتغلوا بالإعلام، طبعا أنا مخرج تلفزيون سابق أو متقاعد خليني أقول. معظم شغلي بالأخبار كان يعني، وكمان على بحكي عن القلق والتوتر كمان، فهو هذا السبب يعني بيعمل بيخربط الجسم، بيخربط كل شيء، يعني بيخلي الإنسان عبارة عن كتلة إسمنت، يعني بتحجر القولون، بتحجر بيوقف الأيض عنده كل شيء، فيؤدي إلى السمنة. هو فعليا بتحول إلى آلة.
اكل حتى اخفف التوتر، حتى بشعر اني عم باخذ طاقه فعليا. لا لان انا باكل دهون. هو عكسي عكسي يعني. عكسي يا مؤمن صح؟ طبعا طبعا، لانه يعني حتى يتحول هذا الطعام يعني عمليه الاستقلاب بتصير 200%، يعني الجسم بياخذ كل شيء وبيحتفظ فيه. نعم. اما اللي عنده نعم تفضلي. طب انا عندي تساؤل مؤمن، ما هو الشيء اللي خلاك تحس ان انا خلاص صار عندي وزن زياده ولازم اخذ قرار من بكره او من اليوم والله اغير حياتي؟ انا الموضوع هذا قديم بالنسبه لي، انا تعرضت لازمه نفسيه بسنه 1983 فأدت لزيادة وزني تقريبا 50 كيلو. فكان في شيء يحكى عنه في تلك الأوقات وهو موضوع الصوم الطبي. دكتور محمود البرشا، دكتور أخصائي أمراض قلب ومطور الصوم الطبي، طبعا الصوم الطبي مشتق هو من حاليا يعني اللي الطريقة التي طور فيها الدكتور محمود البرشا الصوم الطبي، أخذ من المنهج النبوي الشريف، من السنة النبوية الشريفة، يعني إنه درس كيف كان الرسول يفطر، كيف كان يتسحر، يعني فطور الصوم الطبي. الصوم الطبي نظام علاجي قديم جدا ويعتمد على الماء فقط، كان لكن دكتور محمود البرشا طوره وخلاه يعتمد على التمر والعسل وبعض المشروبات، زهورات، كمون. المهم اني انا عملت التجربة هاي بسنة 83 وفقدت 37 كيلو من وزني خلال 37 يوم، يعني كانت شغلة. طبعا انا كنت شباب بهذاك الوقت. 37 كيلو ب 37 يوم. 37 يوم. نعم. الصيام الطبي. كان الصيام الطبي اولا كان غير مطور، كان على الماء فقط. طبعا صار عندي شحوب بالوجه تحت العينين، طبعا هاي كلها لها علاقة بالكبد، يعني الموضوع كثير شيء. كمان في جانب نفسي انه الواحد بصير يعصب. هلا بيعصب في اشياء عم تنقص من الجسم وبارتفاع ضغطه، هو شو يعني الواحد انت بيكون عصبي لما يكون ضغطه عالي، يعني هذا له علاقة. يعني ما بدنا ندخل بمجالات دينية نحكي عن الصوم رمضان، انه والله يقول لك يا اخي انا صايم انا بتركني انا بحالي انا معصب. طبعا هو لكن انا هنا لماذا خطر ببالي الموضوع، لانه مؤمن فعليا ارادة جدا صلبة انه 37 يوم انا ما اكل. نعم. هي ابد الخيال صعب علي لانك بتحب الاكل رامي، لكن يمكن مؤمن كان اقوى يعني. والله كان قرار، يعني كان قرار اكون او لا اكون، لانه وجدت حالي خلص صرت عبارة عن برميل متحرك، يعني برميل بشري. مؤمن انت بتقولي انك فقدت 37 كيلو في 37 يوم. نعم. كم كان وزنك مؤمن؟ وهل نعم. فقدت اكثر من 37 كيلو؟ يعني هل تبعت مثلا خلينا نحكي حمية او انظمة غذائية غير النظام الطبي اللي انت تبعته بالبداية؟ طبعا الرياضة، الحركة، يعني الحركة اليومية. لكن بعد مسألة الزواج يعني هي قصة كمان تانية، انه الانسان ممكن يكون هو الزابي وزنه مثالي، لكن على الزواج خلص يعني بتتغير الامور والاحوال والالتزامات وعزائم وزوجي ربة بيت موجودة، خاصة اذا كان طباخة ماهرة ما في يعمل كنترول، ما في يعمل كنترول. طيب هذا الموضوع بخليني اني اسألك كمان، يعني انه ليش الرجل يعني بيزيد وزنه بعد الزواج وكأنه لم يكن يأكل مثلا قبل الزواج، او مثلا يعني هل تنفتح شهيته بعد الزواج؟ والله هو يزيد لربما التوتر. لا بيروح التوتر بصراحة. يعني هذا ايه يعني هي علميا معروفه، يعني مش من عندي الا فيما ندر، طبعا كل قاعده لها شواذ. لكن في الفتره الاخيره انا اللي لجأت له، طبعا انا هلا قمت بالمشروع هذا بعد ما تقاعدت من العمل. طبعا انا وصلتني رساله انه انت بلغت سن 60 ولازم تتقاعد، فانا عندي مشاريع مؤجله كتير، من ضمنها انه بدي اجيب الشخص اللي الوحيد في الشرق الأوسط هو الدكتور محمود البرشا، هو اللي كان يعالج مرضى من الوزن المفرط
ومن الأمراض المستعصية التي استعصت على الطب الحديث، يعني مثل الشقيقة، مرض باركنسون، الأكياس المبيضية عند النساء اللي ما عم بيحملوا يعني بسببها، وهي كلها ما لها علاج. مثلا الربو التحسسي، الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية تسمى، هي أمراض جلدية يعني تنتشر في الوجه وفي الجسم. جربت تعمل له برنامج على السوشيال ميديا؟ أنا عملت معه 5 مقابلات على السوشيال ميديا موجودة، عرفنا فيها عن الصوم الطبي والأمراض التي يعالجها. طبعا قبلها عرفنا على أنه آلية عمل الصوم الطبي كيف يتم هذا، كيف الإنسان ممكن يعيش عليه. وجبت كمان أحيانا عندما نقوم بمشروع، خاصة مشروع تنزيل الوزن، في نقطتين ممكن الواحد يتعرض لهم. أول شيء التنمر قبل، وأنا سمين نعم. وأنا أنحف، أنه بيجيك حد يحبطك أنه إيه بس مش فارق كتير، إذا المتنمر نفسه باكيج كامل بيجي يعني. أو مالك مريض، أيوة مالك شيء. فأنت كيف كنت تواجه هالموضوع؟ هل في لحظات كمان كنت تحس فيها أنه والله أنا بستسلم؟ لا أبدا أنا ما يعني هذا الموضوع بالنسبة لي عندي إرادة، فأصم أذني يعني عن الموضوع. ما حتى بالفترة الأخيرة يعني أنا عملت التحدي هذا، سميته تحدي فوق 60، بعد ما عملت مقابلات مع الطبيب والشيخ الدكتور محمود البرشا. فطلبت منه انه يشرف علي صوم طبي، قلت له انه انا يعني يقال عني انه صار عمري 60 سنة، يعني خلص انت يعني، هي معناها هيك بصراحة انه لما يتجاوز الواحد 60 يقولوا له خلص الله معك مع السلامة، هذا بيعمل احباط، لم يعد له دور بالحياه. ما ممكن يلعب رياضه، ممكن ينحف، ممكن يساعد الناس. فانا قلت لازم يعني اثبت شيء انه هذا ابن الستين يعني لسه ما زال منتج وممكن يقدم شيء. فقدمت في خدمه المجتمع والتنبيه لمخاطر السمنه الموضوع اللي حكيته مع الطبيب وشرحته ب5 حلقات، كل حلقه تقريبا 20-22 دقيقه. وآخر حلقة جبت لما عالج بطل العالم المرحوم محمد علي كلاي، طبعا حتى بس عم أقول كلاي حتى نتذكره، عالجه من مرض باركنسون خلال 20 يوم، وشوفي بنسبة 80%. والمعروف أنه مرض باركنسون والشقيقة والربو والأشياء هي ما لها علاج، كلها مهدئات مسكنات. طب نعم سيدي كنت بدي أسأل مؤمن صراحة من البداية، حتى كنت بدي أسألك يعني أنه إحنا مثلا، أنا لما بدي أحاول أني أعمل مثلا أتبع نظام حمية غذائية يا مؤمن وأخسر 3 أو 4 كيلو فقط من وزني، أشعر بسعادة غامرة يعني، أشعر وكأنني يعني أسعد شخص على وجه الأرض. أنت فقدت وزن كبير وأنت بذلت مجهود كبير كمان في نفس الوقت، ولكن بدي أسألك كيف رضاك عن نفسك؟ والله أنا الحقيقة راضي جدا عن نفسي، بس في شغلة بدي أقول لك أهم من هيك، إنه الإنسان حتى يتجنب الأدوية، المشكلة الأدوية يعني حتى ما يجيب لنفسه مرض ويأخذ دواء، إنه كل حبة دواء تأتي بمرض آخر. يعني إذا واحد عم يتعالج بموضوع معين، رقم واحد على استمراريته في أخذ هذا الدواء، الدواء يؤدي إلى مرض رقم 2، ورقم 2 بيؤدي من 3. تعالج رقم 2 بشيء بيجيب رقم 3. يعني كل ما تزيد أنواع الأدوية حتزيد. لكن أنا هحكي على تجربتي بصراحة. أنا عملت 42 يوم صوم طبي. الصوم الطبي ما كان فيه هو الامتناع عن الطعام، لكن كان الطعام هو عبارة عن تمر وعسل وزهورات، وكنت كل يوم أمشي 1.5 ساعة. طبعا أنا هذول مسجلهم موثقهم وموجودين على قناتي اللي سميتها تلفزيون أبو هاني في خدمة المجتمع. فبتشوف يعني كنت عم بحكي بصراحة وكل شيء عم يجري معي، لكن كنت تحت إشراف طبي من الدكتور محمود البرشا. لازم يكون في طبعا اشراف. اذا ما في اشراف على يعني. العموم انت صاحب اراده قويه مؤمن، نشكرك على مشاركتك هذه التجربه معنا. سجلت بعض النقاط يا رامي يعني من سيد مؤمن. انا استحبت تجربته بصراحه، يعني يجب انه لا اترك نفسي الى مرحله اخذ الدواء. انا هلا بلحق نفسي. طبعا لا يمنع انه في ناس وصلت لمرحله الدواء برضه، ما زال هناك وقت
ولا إذا بتسمح لي بس أحكي لك يعني أحيانا أنت لما بتختار 4 أو 5 كيلو أو 6 كيلو بتشعر بلحظة معينة أنه مش بكفي يعني، ولكن تشعر أنه خلص يعني أنا بشتهي الأكل يعني بشتهي الطعام، لكن بمجرد ما أنك ترجع لتاكل هون المشكلة بتصير.